بعد الإخبار الذي توصلت به المديرية الجهوية للثقافة بالداخلة حول اكتشاف حطام يعود لسفينة القيم ويليام بيرغوس بالسواحل القريبة من منطقة الصيد لاسارغا، قامت المديرية بتنظيم عمليات غطس في الموقع المذكور للتأكد من صحة المعلومات وجمع الصور والأدلة التي تؤكد هوية السفينة. غالي القرحي ومحمد يداس عاين إحدى عمليات الغطس وعاد بروبورتاج التالي. على مدى 3 أيام قام فريق الغطس الذي ضم مبعوثا من وزارة الثقافة مختص بالآثار المغمورة تحت المياه بعمليات غطس لجمع مزيد من المعلومات حول حطام الباخرة التي أكد نشطاء من جمعية السلام في وقت سابق بأنها السفينة الألمانية القيصر ويليام ديرغروس. في أول غطسة ورغم عدم وضوح الرؤية تحت المياه إلا أن الفريق قام بالتقاط صور للجزء الذي يحمل اسم السفينة ويؤكد هويتها. الاكتشاف كان على يعني من خلال جمعيه محليه، جمعيه السلام، فاحنا جينا كاستجابه للطلب من اجل دراسه هذا الموضوع، وبطبيعه الحال قمنا بعمليات ديال الغطس من اجل التاكد من فعلا هل الامر يتعلق فعلا بالسفينه المذكوره اللي هي كايسر فيليم ديرغروس. فبطبيعه الحال اكتشفنا فعلا من خلال عمليه الغطس ان الاسم ديال السفينه لا زال على الاثار وعلى البقايا ديال السفينه تحت عرض البحر بحوالي 23 متر من العمق. تجميع المعطيات والادله تضمن البحث عن بعض محتويات السفينه التي قد تفيد في تعميق الدراسه بالاضافه الى التقاط اكبر قدر من الصور، لا سيما ان اليوم الاخير من عملية الغطس تميز بوضوح الرؤية مما أفسح المجال أمام الغواصين لتصوير مجموعة من جوانب السفينة قصد تحديد وضعية الحطام الذي تناثر جزء كبير منه في هذا الموقع. تم تأكيد على أن المعلومات التي تخص الباخرة قيصر التي تحمل اسم القيصر الألماني والتي تم غرقت سنة 1914 بين الحرب العالمية الأولى هي نفسها اللي حصلنا على صور منها وعلى مجموعة من الأدلة تثبتها. دلالة التاريخية لهذه الباخرة هي أولا أنها تحمل اسم القيصر الألماني، آخر القيصر الألماني. كان واحد الغار كبير فيه الظلام، مازال خاصو المسائل ديالو باش نشوفوا هذاك الشيء لداخل، وكاين هذاك الشيء ديال القناب الشباك ما قدرناش نزعمو كاع باش ندخلو، وكاين واحد الشجر بحال شكل الشجم جاجدار غادي واحد الصف، وكاين صف ثاني لتحت. الحجم ديال السفينه نقدر نقول لك تقريبا 200 متر تقريبا في الطول. اكتشاف يستمد أهميته من القيمة التاريخية لهذه السفينة التي كانت تعتبر أضخم السفن الألمانية وأكثرها تطورا في ذلك الزمن، بالإضافة إلى الظروف التي غرقت فيها إبان الحرب العالمية الأولى سنة 1914. عوامل تستدعي صيانة هذا التراث المغمور تحت الماء والحفاظ عليه واستثماره.